هاي داريا، هاي هاي، كيف حالك؟ هاي شلونك يا هاي، داريا؟ ايش هذا الجمال داريا؟ اسمك داريا صح؟ هذه من نفس الجروب علموها العربية وقالوا لها تحسبوا كلام تحسب ياه تحسبين هذا كلام كويس، ترى مو كويس حبيبتي، قاعد بيوصلك في الوحل. عواص شويش البنت لا هي شوية من نفس الجروب، هي اللي كانت تبي تطلع اصلا، لان مرة دشت معي على طول عواص تهجمت علي. أواس ليش هذا اتهجمت علي من الجروب؟ غير بدون اي مقدمات، أنا قسما بالله. صدق لا لا ما شفت حجب، اللايف. لا ما قلت شي، ترى قلت ألوان ما قلت شي تاني. ها قالت طيب اتهمتني، ها شفتي، من غير اي ما مقدمة. اتهمتك، ترى هذا شي أصلا مو ما مشكلة يا حبيبي، الله يسامحك. داريا طاوعي الجروب، انت عايشة طاوعي ببلد، طاوعي الجروب هذاك. داريا انت عايشة ببلد الالوان. أنا ما يغلط خلاص الناس خلاص نوف، صدق. خليها. انزين داريا، هل انت تعودتي انك تتهمين الناس كذي؟ ها؟ تتهمين الناس تتهوت؟ بدون اي ادلات، بدون اي شيء؟ يعني منو اللي لا علمك على ترى الهجوميه؟ ترى منو اكثر واحد تسولفين معاه يعني من الجروب ذاك؟ مين علمك انت يغلط على ناس؟ ترى مين اعطاك انا الحق؟ قاعد اقول لك الان، ها؟ سؤالي واضح، منو شوف اكثر واحد اذا انت، تسولفين معاه؟ شوف 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 اذا انت تغلط علي ترى انا بغلط واجد. مو مشكله غلطي اذا انا غلط عليك، يلا قولي لي شنو الغلط اللي غلطت ترى عليك. انت غلط، انت غلطان، ترى انت ما معلش تشوف ما غلطان بشنو؟ تسمع. ايش شنو قلت انا؟ أه داريا نواف ليش متى يطلع متحنط؟ معي؟ متى يطلع ليه؟ معي؟ ارفد راسك تحت وكذا، وش قولي لي دقيقة انا شنو غلطت عليك؟ يلا دقيقة اصبروا بعدين كملوا هوشتكم، انا معلق ولا لا؟ كل لا ناس سمع بالنسبة لنا، عندنا لا، يمكن عندي متابعينك لان حتى ارقامك طايحة، كل ناس سمع انت غلطت يعني علي. حتى مو قاعدين يكبسون عندك الصراحة، ترى يمكن انا ظاهر ما عند ناس وناس. سبيت، انت ما سبيت، انت اتهمتي، انت يا ريتك سبيتي، انت افتريتي، ما افتريت. انت افتريتي. هذا الشيء في ديانتنا حرام يا حبيبتي، انت شنو ديانتك؟ ما المشكله اللي انا قاعد ما تسولفين معاه كثير يعرف، يعني يعرف ديانتنا ان هذا الشيء حرام، تمام، بس مو قاعد يعلمك لانه هو قاعد يعني يعرفها بس بالاسم كذي، مو قاعد يطبقها على نفسه. انت حركاتك ما حرام؟ مو مشكله حبيبتي، مو مشكله، هم علموك على كذي. بعد عمري انس عمك، ترى انس عمك وتاج راسك. انت عمتي ما عمي، هذا الدعم عمتي. اسمك كذي. اوكي انا عمك، اوكي مو مشكله، انا كذي درينا حبيبتي. اوكي والله اسم الدعم، مو قاعد اقول لها. انت من شوف اليمن؟ ادافع عن داريا يا جماعه، داريا ماخذه حقها وحق الكل. زين داريا دافع عن، لا 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 عادي، شنو المشكله؟ البث عند نواف معلق صح؟ لا حتى لو معلق لا يطلع. يعني هذه ما تجلس الا عشان الجوله. يا عواص بشوش على اه من خلاص. سوريا، انت من سوريا؟ خلاص ايوه خلاص، ادخلوا بيت. انزين عواص تتكلمين عربي سوري كثير منها. ولا لا؟ ها؟ تتكلمين عربي كثير ولا شوية شوية؟ عواص تتكلمين عندنا لان الصج، انت شوي لكنتك يعني لهجتك تمام، كانك عايشه برا مو انك عايشه بالدول العربيه. ايش عرفني انا؟ ايوه انا عايشه ما بالدنيا. ها؟ اه اوكي انا عندي دنيا تاني. انت عندك دنيا ثانيه مبين عليك، الله يعينك حبيبتي. الله يعين احلك بعد شبتي، الله يسلمك كلنا يا رب. الله يسلمك، جزاك الله خيرا. حلو انهم علموك دعوات جميله، يعني مو كل الهجوميه. يعني طيب يطلع منهم الصراحه، يطلع. ايوه عمري اصدقائي الصدوقين حبيب مارسي، بعد عمري ارك ديشلر. انزين قول لها اتكلمي سوري. انزين ليش ما تتحكين سوري؟ ايش سالفته هذا؟ ترى انا ما سوريا، بس ونعم ناس سوريا، بحبنا السوريا حتى اكلم عادي. زين انت زعلانه مني داريا؟ لا انا بحبك مره. بعد عمري يعني شفتي اصدقاء اللي يحبك يسبك، شفته قلبي والله. شوف بعد انا اذا عينك. انا احب شخص بس اوكي ممكن نضيف بعض بس ما تزعلين. اوكي اكيد دائما الانسان على نياتي، يفهموني غلط مو مشكله، حرب بارده بينهم. ايوه حتى انا، انا حتى انا دوم، ايوه حتى انا دوم ناس يفهم غلط. يلا اوكي بعد هذه الجوله تجيبي لنا قستات ثانيه. كيف سوري يا جماعه كيف سوري؟ ايوه